انت بتقول ايه حجاج؟ انت اتجنيت في عقلك ولا ايه؟ سيبه، يمكن الكلمه جاته على الوزيعه. ثلاثه بالله العظيم، لو حد غيرك اتجرأ ومساكنك ده لكان دفع حياته تمن ليها. واذا عملتها تاني يا حجاج انا لا حرايح حرمه لا القرابه ولا الدم. انا ماشي. بقول لك ايه يا حجاج، لو دخلت نفسك في الموضوع ده تاني هتبقى انت الجاني على روحك. واديني بقول لك اها. لا انا مش هنزل مصر لما الموضوع ده ينتهي. طبعا ان شاء الله الموضوع هيخلص يا وليد بيه. ينتهي زي ما انا عايز. يا وليد بيه، انت بالشكل ده بتحطنا في موقف حرج، وبتحط الباشا في موقف حرج احنا في غنى عنه. ليه يعني؟ ما هو سيادته بعيد عن الصورة. اسكت انت. قبل ما يسكت جاوبه. هو مش السيد الوالد قال لك برضه تنزل مصر وتسيب لي الموضوع دوت انا اتصرف فيه؟ طب وكرامتي؟ لا. لا يا وليد بيه، ما تجرناش للسكة دي. مش هي دي الحقيقة؟ لا مش دي الحقيقة، لأن محدش يقدر يمس كرامتك. أمال الصعيدي ده عمل إيه؟ لا يا وليد بيه، الراجل الحقيقة كان عاوز في الأول يضيفنا ويكرمنا ويقوم بالواجب معانا. اه ده لوم فلاحين، انا فاهمه كويس. لا دي غباوة مش لوم يا فندم. فاكر انه كده يقدر يبلفنا ويداري على عملته؟ قول له. يقول لي ايه يا وليد بيه؟ جريها صفر، احنا عايزين نلم الموضوع ولا نوسعه؟ نوسع الموضوع ايه ونلم الموضوع ايه؟ انت فاكرنا خايفين منه ولا مش قادرين عليه؟ انا لازم اخليه يندم على كل كلمة قالها، ولا انت مش همك الكلام ده؟ يا وليد بيه، ما تنساش ان انت اللي اهنته الاول، وهنا في مكانه في بلده في وسط اهله، والصعيده دول ليهم طباع خاصه بيهم في التعامل. طباع خاصه؟ طباع خاصه يعني يعملوا اللي هم عايزينه ويقولوا اللي هم عايزينه من غير ما حد يحاسبهم؟ طب انا بقى هبطلهم الطباع دي. يا وليد بيه، احنا جايين عشان نخلص موضوعنا ولا نعلم الناس الادب؟ على فكره انت بتتكلم زي الضابط ده اللي كان هنا. اه والضابط ده بقى حسابه عندي اكبر من حساب اللي اسمه زكريا ده. اوكي اوكي يا وليد بيه، اوكي يا صفوت، خلاص احنا بقى هنسيب الموضوع الاصلي بتاعنا ونتفرغ لتصفيات الحسابات. لا بس انا برضو مش هسيب الموضوع ده لما اخلصه بطريقتي. يا بنتي دول كلمتين قالهم اخوك كده وراحوا لحالهم. لا انا عارفه زكريا يا اخوي يقولش اي كلام، لازم ان هو شاف حاجه خلته يقول كده. شاف حاجه يعني مكشوف عنه الحجاب ولا ايه؟ طب هي شكلها هي يا بنتي بطلي جنان. انا بسالك مش تجاوبيني؟ اجاوبك اقول لك ايه بس؟ وصفيها لي، انت مش شفتيها؟ انت احلى منيها 100 مره. انا ما بسالكش مين احلى من مين، انا بقول لك وصفيها لي. يا بنت الله يخليكي، انا ما نقصاش. طب هي شبه امها قال؟ ايوه شبه امها. اها هاي يعني هتكون شبه امها في الشكل ومش شبهها في الطبع؟ يعني ايه؟ يعني زي ما زكريا قال هتأيدي معاي اللي عملت امها معاكي زمان. مش بقولك مجنونة؟ ما البداية بينها الكلام حجاج اللي كان قدامك. طب انا حريحك، خلي طبعها زي امها. هي امها زمان كانت عملت حاجة عفشة مع ابوكي ولا ابوكي هو اللي جري وراها؟ حجاج كمان زي ابوكي؟ قومي يا بنتي، قومي وشيل الحديث الفارغ ده من عقلك، ما تضحكيش عليك الناس يا بنتي. بقي حجاج الكامل العاقل يعمل كده؟ يمسك فؤاد خالته؟ ومين؟ زكريا ابو العمده؟ همليني الحال يا ام السعادي، همليني. هملك كيف بس؟ واللي انت عملته ده طيب؟ تمسك في زكريا انت ما عارفهوش؟ طب ده سبحان من هداه وخلاه يسكت لك. دي ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ واه زكريا ايه؟ هيموتني؟ بعد الشر يا ولدي، بس هو حلف قدامك انه لا حيراعي حرمه لقرابه ولا الدم. يبقى يوريني شطارته. وليه يا ولدي ليه؟ يعني ما عرفهاش ليه؟ ما سمعتوش قال ايه؟ بيجي سهامة تعيد حكاية أمها؟ يا ولدي مهما يقول مالنا احنا ومال سهام دي؟
قال له تعمل حساب لعروستك اللي يا نظري ما فرحت لحد دلوق ولا خالتك واللي هي فيه. اعمل حسابهم في ايه وهم مالهم ومال ده كله؟ يعني هم مالهمش وانت مالك؟ جرالك ايه يا ولدي؟ لا انت مش حجاج ابدا اللي انا عارفاه بيوزن الكلمه والفعل. ايه اللي خربط احوالك بعد الشر كده؟ بلاش دي كله. ابوك تعمل كده قدامه؟ تحطه في الموقف ده؟ طب افرض زكريا اتصرف حسب طبعه، كان ابوك هيعمل ايه؟ ياما عمليني دلوقتي عمليني. اسمع الحديث يا كمالة وهمليه، وانا هقول له كلمتين وححمله كمان. قلت لك اسمع الحديث. حاضر. حقك علي يا ابوي. حق عليك في ايه؟ يعني علشان طورت على زكريا قدامك. ده هو ده بس اللي عاوز تتأسف عليه يا حجاج؟ قصدك ايه يا ابوي؟ يعني انت ما غلطانش في حاجة تاني؟ غلطاني فيه يا ولدي؟ يمكن انا اكون راجل بسيط لكن بعرف ربي ومؤمن بيه سبحانه، واللي بيعرف ربه بيدله في طريقه، مش بيقولوا قلب المؤمن دليله؟ انت بتتكلم عن ايه يا ابويا؟ انا مش فاهم حاجة. لا ولا حاجة، واتمنى على الله انه يخلف ظني. تصبح بالخير. بس انت تأشر يا ست الحسن والجمال. بعمارة ايه طيب؟ انا مش هيعرف من كالتين. لا بس كان عندنا شوية خربطة كده، ايش مع جناب العمدة الكبير وايش مع جناب زكريا بيه، وانا اتشغلت شوية بيه يعني. وهم قصدينك تحل هالخربطة ديك؟ لا بس يعني الامر ما بسلمش، دي عاوزني في حاجة تاني في محتاجة كده يعني. الله يرحم ما كنت بتلزق لنا زي دبان الخيل، لا بيأخرك خربطة ولا مشغولية. استني بس يا نواعي، خربطة ليه بعد الشهر يا سباع؟ اي خربطة وخلاص عاد. انت فاكرنا ما عارفينش؟ ده كلاب السكك في البلد عارفين حكاية الدكتورة اللي جات من اسكندرية عاوزة جنينة. طب ومدام عارفين من كلاب السكك تسألون انا ليه؟ ليه؟ انت فاكر ان انا مش هيعالك عشان كده اياك؟ امال انت مش هيعالي عشان ايه؟ يا ست الحسن والجمال انا تحت امرك. لا خلاص استغنينا، ما عاوزاكش، غيرت فكري. وانا حلب دهنه لحد ما تغير فكرك تاني. يجازيك يا سباعي. ايوه ده، اضحكي اضحكي خلي الدنيا تضحك. ها عاوزاني في ايه؟ اسمع المختصر المفيد. ومختصر مفيد ليه ما احنا قاعدين على مهلك؟ قلت لك هغير فكري تاني. لا خلاص سامعك. عاوزك تبلغ استاذ زكريا ان انا عاوز اضرب. لا ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ اولها هو لما كان يسمع مني الحديد ده يظن فيا صنع فش، تانيها انه هو كان في العادي كده ما يحبش مني الحديد ده ولا يخليلي. ايش حال دلوقت ده؟ يمكن يضربني بالنار. بس انت قول له هي بتفكرك باللي قالتهولك وهو عيفة. لا ولدي كمان و اغشك واقول لك هقول له بالكذب. لا خلاص وعليها. ايه دي انت واعيلها ايه؟ فلوسك اللي انت دفعتها لي وانت مش هيعلك عشان كده. امال مش هيعلك عشان ايه؟ اشتكت لسواد عيونك؟ انا قلت انك حليتها وربنا فرجها. طب خلي الفلوس دي لوك يا ابو العمده، بلاش نفول من بدري، يمكن ربنا يحلها. لما يبقى يحلها ابقى رجعها تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيفك يا سعاده الباشا؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا استاذ زيدان؟ الله يسلم سعادتك. جاهز الفطور قبل ما اسمعك؟ لا 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 معلش ملوش لزوم.
كفايه الشاي واحنا بنتكلم كلمتين. ما تجيش يا سعاده الباشا، واحنا سعادتك بتشرفنا كل يوم. لا معلش بقى، المره الجايه، لان الظاهر اللي انا جاي له ده هيستدعي اكتر من زياره. خير سعادتك؟ هما كلمتين وانا واثق من حسن تفاهمك للامور فيها. امرني جنابك. الامر لله وحده. هما بخصوص بخصوص شكوى حاجه زي كده، بخصوص الجنينه دي. طيب سيبنا انت شويه يا اسدان. من غير ما تقول انا كنت ماشي، بس ماشي مطمن. بالكم ليه؟ اصلها لو ما غفلقه كنت غفلتوني فيها. اشتكي للعمده بركات؟ هو الوحيد اللي يقدر على ولده زكريا، وزكريا ما يستجراش يقول له له وصل في حاجه. ومن جهه العمده انا يستهيأ لي انه ما يتاخرش عنك، يعني لو طلبت عينيه يدهالك، وانت وعيتي بنفسك على كده. هو ده الحل، ما فيش غيره. وحضرتك رايك كده برضو يا ماما روايه؟ يا سهام يا بنتي، الشيخ عابد قالها لك مره كلمه حكمي. انت دكتوره ومتعلمه وتعرفي فين الصح من الغلط. ايه الحل اللي انا بقوله لك ده؟ ما عجبكيش؟ انا فعلا كنت فكرت في الحل ده في وقت من الاوقات، بس رجعت واستبعدته. ليه؟ طيب اولا انا مش عاوز اخد الجنينه دي مجامله ليا ولا غصب عن زكريا، ولا انا غرضي اني اذل كبرياءه حتى لو كان قدام والده. اللي زي زكريا ده صعب قوي ان كبرياءه يتكسر. انا عاوزاه يقتنع ان ده حقي. وبعدين في حاجه تانية، انا مش عاوز اوقع بينه وبين والده، وخصوصا والده ممكن يكبره زي ما انتي قلتي يا ملك. مش عايز اكون سبب في اي خلافات عائليه بينهم. كفايه اللي حصل للحاجه ده، ربنا العالم انا حزينه عشانها قد ايه. والله يا بنتي ومليكي عليا يمين، انا دلوقتي متاكده ان ربنا راضي عن خواطر الله يرحمها، عشان رزقها ببنت زيك، وانها دلوقتي مستريحه في رجدتها وروحها بترفرف علينا. الله يرحمها. يعني هي الشكوى مش من الدكتوره سامة لكده يا حظاظ؟ يعني هي ما هياش شكوى بالمعنى المعروف يا استاذ زكريا. طيب مرني جناب. استغفر الله، انا ببساطه عاوز احل المشكله دي. وانا والله العظيم، بس كيف؟ يعني قبل ما تفكر في حل لازم تحط في حساباتك مين هم خصومك. يعني ايه؟ من غير انفعال يا استاذ زكريا، وخلينا كامل كلامي. اتفضل سعادتك. بلاش نتجاهل الواقع، وبلاش كمان نوصل الامور لمرحله الصدام، ده اذا كانت لسه ما وصلتش. الموضوع ده لازم يتحل من غير عناد. يعني عاوز منك شويه مرونه، والا انا هنسحب، وفي الحاله دي انا ما اضمنش نتائج. انت فاهمني طبعا. ما حدش هيقدر ياخد مني ارض يا حضره الضابط الا على جثتي مهما يكون. برضو انا لسه قايل ايه يا سيد زكريا؟ ده مش عناد يا حضره الضابط، دي حقيقه. انا عارف، وده اللي مخليني مصر ان اتدخل. وده يشرفني جنابك. خلاص يبقى انت تساعدني. وانا مش متاخر. عظيم، نبعت للدكتوره سهام دلوقتي ونتكلم، يمكن نلاقي حل، واكيد هنلاقيه. سعادتك عايزني اقف قصادها؟ ده اسمه كلام يا سيد زكريا؟ ده انا بقول لك نبعت نستدعيها وعندك هنا. هي ما نفسي اعرف بتفكري في ايه؟ في اللي يخليه ما يقدرش يستغنى عنه. هتعملي له عمل اياه؟ اكتر. كيف يعني؟ هو الراجل يقدر يستغنى عن المرأة اللي يلقاها وقت زنجته؟ لا، بس هتعملي ايه يعني؟ هتشوفي بنفسك. لازم انا اخليه يجي لحدي ويبوس القدم ويبدي الندم. انا عمر الراجل ما جراني وراه كده، ولا لودني وما عبرنيش كده. ما عشان كده بقول لك عشقك ليه ده ما هوش عشق قد ما هو رد كرامة. لو انني يا خالتي، ده صورته ما بتفارقش خيالي لا ليل ولا نهار. حتى لو كان يا نواعي. لو كان ايه؟ انا نصحتك قبل سابق وما عاوزاش اكررها.
يعني ابعد عنه يعني؟ ايوه زكريا ده مش زي اي راجل ولا طبعه زيهم. ما يمكن عشان كده يا خالتي بالخصوص برضك. وهو يعني بخاطري يا نوعا. ما انا خايفه عليكي. خايفه عليا من ايه؟ من عشقه؟ لا من نفسك. مين؟ زكريا بيه عاوزني انا؟ ايوه. طيب حالا انا جاي. طب انا هستنى حضرتك بره. واحنا هنشيع لك الشاي حالا. لا كتر خيرك مفيش وقت، بس الدكتوره تجهز جواب. انا خلاص خلاص جهزت اهو. استني لما طلع ياشي يروح معاكي. لا وليه؟ زمنته جاي ما جاتش من نص ساعة. ما فيهاش حاجة يا ماما رايحة. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامة. يا رب يا رب وقف معاي. هو تكوني زعلانة مني يا خالة؟ أزعل كيف يا دناي؟ حد يزعل من دنا؟ هي قالت لك حجاج ولدي نعرفاه ما يحبش يزعل منه حد بيحبه واصل. ويا ريت فوتنا كانت هنا عشان تشوف بنفسها. دلوقتي تاجي. انت ما رايحش شغلك النهارده ولا ايه يا حجاج؟ بعد اذنكم. رايح فين دلوقتي يا اخوي؟ خليه يطلع يفك عن نفسه شويه. اسكت انت بس يا كماله. حاضر. ادعي لي يا ابوي بعد اذنك. اتفضلي يا دكتورة. ايه واقفة ليه؟ لا ابدا مسرور بيه. انت اول مرة تشوف الجنينة مش كده؟ الحقيقة فعلا اول مرة اشوفها. تشرب ايه يا دكتورة؟ شكرا يا زكريا بيه مفيش داعي. لا لازم تشربي حاجة، احنا عوايدنا كده. الضيف لازم ياخد واجبه ما دام في مطرحنا مهما كان اللي بيننا وبينه. شاي اسباعي. انتوا مين بقى يا زكريا بيه؟ اهل بلدنا دي. هو انا مش من البلد دي ولا ايه؟ ولا انت شايفني خواجاي؟ لا يا دكتوره زكريا بيه ما يقصدش طبعا. يا جماعه انا مش عايز جو البدايه يبقى فيه شد من اوله كده. لا اطلاقا ما فيش شد ولا حاجه. انا ريلاكس خالص وجايه كلي اذان صاغيه وعايزه اسمع كل حاجه. سامع يا زكريا بيه؟ والله يا دكتوره ده شيء عظيم تشكر عليه مقدما. العفو يا سراج بيه. وانا سبق وقلت لزكريا بيه اني ما عنديش اي نيه لاي صراع او اي مشاكل. حصل ولا لا يا زكريا بيه؟ الابره مش بالكلام يا دكتوره. طبعا مش بالكلام وبالفعل كمان. ان شاء الله. ندخل في الموضوع بقى يا دكتوره. بعد اذن حضرتك يا سراج بيه، قبل ما ندخل في الموضوع عفوا يعني كنت عايز اعرف حضرتك بتتكلم باني صفه. وده يهم يعني؟ طبعا يهم جدا الحقيقه. طيب علشان ما تكونيش قلقانه يعني انا مش بتكلم بصفتي الرسمية في الأساس. أمال إيه لمؤاخذة يعني سراج بيه؟ مش فاهم. سراج بيه دكتورة ضابط كبير هنا في المنطقة وليه مقامه وتوجيره بين الناس. والمقام والتوجير ده ناتج من توجيره هو للناس ومعرفته بأخلاقهم وعوايدهم وتقاليدهم. برضو الحقيقة ده كلام عام ومش محدد. والله يا دكتورة أنا سعيد جدا بوضوحك. ده يخليني فعلا مستبشر خير. لأن الإنسان لما بيبقى منطقي وعقلاني بالشكل ده بيبقى من السهل قوي التعامل معاه وإقناعه. متشكرة قوي على المجاملة يا سراج بيه. لا 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 دي مش مجاملة، دي حقيقة يا دكتورة. وكمان يا ستي علشان تكوني مطمنة، أنا ما انكرش إن تدخلي ده واضح فيه إن ضابط شرطة، بس برضو تدخل ودي على الأقل لحد دلوقتي. أفهم من كده إنه في حد اشتكى لحضرتك يا سراج بيه؟ بالظبط كده. بس أنا الحقيقة ما اتخذتش أي إجراء رسمي لحد دلوقتي لأني متفائل نحله الدين. زكريا بيه اشتكى ولا إيه؟ لا لا إطلاقا. أمال مين؟ أنا هشرح لحضرتك الموقف كله. راحت لزكريا ميتة ده من شوية يا ولدي. لحالها؟ أنا قلت لها تستنى طايع يروح معاها لكن هي كانت مستعجلة. مستعجلة؟ وصممت تروح لحالها. هي راحت من نفسها كده؟ لا هو اللي شيع لها. هو اللي شيع لها كمان؟
طيب استأذن انا. ها فهمت الموقف دلوقتي يا دكتورة؟ موقف غريب فعلا. وانت بقى رأيك ايه؟ انا مطلوب مني ايه يا سراج بيه؟ انا اللي عاوز اسمع وجهة نظرك. لا انا طبعا يهز علي قوي ان الناس دول يبقوا واخدين فكرة غلط عن زكريا بيه. طبعا انت عارفة ان عواقبها ممكن توصل ليه. لا من فضلك يا سراج بيه، انا ما تهمنيش اي عواقب ولا نتائج ولا حد يهزني مهما يكون. الدكتور سليم وعارف نفسي. بهدوء من فضلك يا زكريا بيه. عشان تكون الدكتورة فاكرة ان انا مش هيع لها طالب نجدتها ولا حاجة. حتى لو كان يعني فيها ايه دي؟ سامع يا سراج بيه؟ احنا يا دكتورة كل اللي عاوزينه. لا احنا ايه يا سراج بيه، احنا ايه؟ سعادتك تقول اللي انت عاوزه ولا اللي الناس دول عاوزينه، انما انا معاوزش حاجة واصل، لان موقفي واضح ومحدد. انا كمان حقي واضح ومحدد. براحتك، انا بتحدث عن ذاتي. يا جماعة من فضلكم، احنا كده مش هنقدر نوصل لحل. لازم يكون في شيء من التنازل، كل واحد من ناحيته على الاقل. انا من ناحيتي ممكن اروح اقابل الناس دول واكد لهم صدق كلام زكريا بيه، وانه ما كانش يعرف ان الجنينه كانت متباعه. هايل، ده كلام هايل مش بطال. وانت يا زكريا بيه، ايه بقى التنازل اللي ممكن تقدمه؟ انا ما عنديش اي تنازلات في الموضوع ده نهائي. لا يا زكريا بيه، لازم يكون في تنازل على الاقل علشان خاطري. ولا جيت هنا ملهاش قيمه عندك؟ كيف يا سراج بيه، دي جي سعادتك في كراسي من فوق. على قولك يا زكريا بيه، العبره مش بالكلام. انا مستعد ارجع لهم الشيك بتاعهم والتعويض اللي يطلبوه في حدود المعقول طبعا. جميل جدا، وانا من ناحيتي حبلغهم وابقى على اتصال بيك. ما بدري جنابك. لا معلش بقى، كفايه اللي خدته من وقتكم. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا سلام. شرفت يا سعاده الباشا. عجباك ايه؟ على فكره يا زكريا بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. خير ان شاء الله. اوعى تفكر ولو للحظه واحده ان انا ممكن اتفق مع الناس دول عليك. ايه مش مصدقني ولا ايه؟ لا ليه؟ اصلك بتضحك يعني. انا اصل ما سألتك اشي. من غير ما تسألني لازم تعرف طبعا. لازم ليه؟ عشان اكد لك انه مش انت بس اللي عندك قيم، انا كمان عندي قيم ومبادئ. حد قال غيرك ده؟ آه بس ده شيء وحقي شيء تاني. أستأذن أنا بقى يا زكريا بيه. طيب حد يوصلك؟ لا خلاص، أنا بقيت أعرف السكة لوحدي. يعني المختصر المفيد ما وصلتوش معاها الحاجة الدكتورة دي. ما تجاوبني أبو العمدة الله يرضى عنك، أنا ما ناقصي. لا ما وصلناش يا أصدقاء. يعني لا همها سراج بيه ولا همها الناس اللي مشيعينه. لا يبقى زي ما قلت، لازما مسنودة. أنا قلت لك برضك لا. أمال جنس شكلها إيه دي؟ معك حق، بس على كده يبقى خطر قوي. خطر كيف؟ ناحيته يعني؟ هي مش معاها ورقة مبيعة؟ لازم حتديها الوالد بيه، واحنا مغنوا ظلموه. احنا خايفين منيه وهو ما فيش تحت يد ورقه، فش حال. انت اللي خايف منه. ايوه انا خايف، انا مش هنكر. يبقى تتحدث عن نفسك وبس. وعليك كمان. وانت فاكر لما يكون تحت يد ورقة مبايعة زي دي انت هتقدر تحمل جنينة زي ما بتقول؟ لا ده مش بعيد يجيب الامن المركزي ياجي يسلمها له. اكده ولا لا؟ لا ما ظنيش. ما ظنكش ايه؟ انه يجيب الامن المركزي ياجي يسلمها له؟ ما ظنيش ان الدكتورة تدي ورقة المبايعة للناس دول. دي تبقى حمارة لو ما عملتهاش. أنا لو مطرحة أديهم الورقة وأخلص منيها المشكلة دي، حتى لو أخد نص حقها.
انت تعملها لكن هي لا. ليه طيب؟ ما انا لو اقول لك مش هتفهم. يعني هي قالت لك كده بصريح العبارة؟ لا بس انا فكر فيها كده. فكرك؟ وجالك منين الفكر ده مادام هي ما قالت لكش؟ حسيت بيه يا زدان. حسيت صلاة النبي احسن. حسيت من شخصيتها وكلامها معاي. يعني شخصيتها وكلامها بيقولوا انها ما عاوزاش تبيع؟ لا بيقولوا انها ما تضربش الناس في بعضيها، ان مش كل همها مصلحتها وبس. حتى لو كانت هتبيع وتخلص، امال هي في الاساس جايه ليه والناس هنا تهمها في ايه؟ اه يا ولاد ما انا قلت لك مش هتفهم. بقول لك ايه يا ابو العمده، انا اللي افهم حاجه واحده بس، اللي هيوقف لي في الموضوع ده ويضيع عليا فايده زي دي انا هاخد روحه بيدي. اه يعني ايه؟ يعني مش هنقدروا على مره؟ ويا ريت ليها بدنه وناس، ده حتى يبقى عيب في حقنا. ايه فيه؟ بالك لو سمعتك بتقول كده تاني هتبقى انت الجاني على روحك، وانت عارفني عاد. ليه؟ هي مصلحتي وحدي. يعني انت فكرك كده صح؟ فكري انا ما بقتش افكر، ما بقاش في عقلي يفكر. عموما انا انظرتك يا زدان، سامع؟ حاضر. بس ليه؟ ده انت زكريا ابو العمده بركات. عشان انا زكريا ابو العمده بركات كده؟ طيب انا مستني تصريفك يا ابو العمده بركات. طب مش كنت استنيت يا دكتور اروح معاكي؟ قلت لها والله يا طايع. ليه يا جماعه في ايه بس؟ الدكتوره ما يتخافش عليها والله براو. طب هو كان عايزك ليه يا بنتي؟ هيكون في ايه مام روايه؟ نفس موضوعنا. في حاجه استجدت يعني؟ يعني حاجه ايه؟ اهو بقى. طب هو موقفه زي ما هو؟ افتكر كده. معلش يا جماعه انا محتاجه وقت افكر فيه واعيد ترتيب حساباتي، عشان لازم انهي الموضوع ده نهائي ولازم ارجع. انا كل اللي انا عاوزاه اني ما اعملش اي تصرف يبقى فيه غلط او يسبب احراج لاي حد. حجاج يا مرحب. اهلا يا حجاج. معلش بعد اذنكم انا هدخل استريح شوي. لا استنى عندك يا دكتورة. ايوة يا حجاج. انت كنت دلوقتي مع زكريا في الجنينة مش كده؟ ايوة. كان بيقول لك ايه؟ ابدا يعني هيقولي ايه، كنا بنتكلم في موضوع. موضوعكم؟ هو بيجي اسمه موضوعكم؟ ولا في موضوع تاني بينك وبينه وبرضك بتسميه موضوعكم؟ مش فاهم. جرى يا حجاج؟ ثانية واحدة يا طايا، تقصد ايه يا حجاج؟ اقصد اذا كان الموضوع اللي بتتكلمي عنه ده هو الموضوع اللي احنا نعرفه، فلا كان يستدعي الضحك والكركرة ولا يكون الحديد فيه تحت ظلال الزجافون. ايه؟ بتقول ايه؟ ظلال ايه؟ يعني ايه؟ ثانية واحدة يا ماما روايح، ايه الكلام الغريب اللي بتقوله ده يا حجاج؟ انت شايفاه كلام غريب؟ طبعا غريب. بس انا شايف ان تصرفك هو الاغرب يا دكتورة. أنا اللحظة كدبت نفسي في معنى كلامك، لكن دلوقتي اتهيالي المعنى بقى واضح. كويس إنك فهمتي. أنا عاوز تفسير للموضوع ده. تفسير بصفتك إيه؟ أنت عارفة بصفتي إيه؟ لا مش عارفة، وعايز أعرف دلوقتي حالا. نقول ما تقول. اسمع يا حجاج لآخر مرة، وأنا اللي بقولها لك مش طايعة ولا أي حد تاني. الموضوع بتاعي ده انت بالتحديد مالكش دعوه بيه نهائي. وفي حاجه كمان عاوز اقولها لك، انا مش من عادتي افقد صداقه حد بسهوله، بدي فرصه مره واتنين واسامح في الغلط، لكن ده لو ما تقابلش بتقدير من الطرف التاني بشطبه من حياتي نهائي وبلا رجع. عن اذنكم. يعني انت قعدت معاهم؟ ايوه يا فندم، واقتنعت ان السيد زكريا ما كانش يعرف ان الجنينه متباعه، والدكتوره سهام مستعده تثبت لكم ده.
وبعد ما تثبت يعني يبقى الراجل كده ما غلطش. الحكايه ما فيهاش نصب ولا حاجه زي ما سيادتك فاهم. والنتيجه هو مستعد يرجع لكم الشيك بالبساطه دي؟ لا ممكن مع تعويض معقول. قلت لي ايه يا فندم؟ اعتقد كده ان ده حل معقول. حل معقول عندك وعنده. ايه عندي دي؟ وحضرتك عندك شك ان انا ليا مصلحه في الموضوع ده ولا ايه؟ لا لا يا سراج بيه، اعوذ بالله. هو بس وليد بيه يعني شايف ان الموضوع الاساسي بالشكل ده ما اتحلش، ده غير قله ادبه معايا اللي لازم يتحاسب عليها. يا فندم ده موضوع تاني، وانا اقدر اخليه يعتذر عنه ويقدم لسيادتك الترضيه الكافيه. اوكي اوكي يا سراج بيه، بس برضو خلينا في موضوعنا الاساسي. انا شايف شخصيا انه ما اتحلش. ليه يا فندم؟ لما النزاع بينهم يستقر تقدروا انتوا تشتروا من صاحبها عادي. يعني موت يا حمار. والله هو ده اللي انا قدرت عليه. اعتراف جميل. مدام كده بقى سيبني اعمل اللي انا اقدر عليه. يا فندم زكريا بركات انسان قوي وله عزوه هنا، وممكن يحصل صدام لانه فاكر انه صاحب حق. انا يهمني في المقام الاول ان ما يحصلش مشاكل امنيه في المنطقه هنا. يعني الخوف من المشاكل الامنيه هيخليه فوق القانون، مش كده؟ الظاهر كده. بس انا بقى لا من فضلك يا وليد بيه، من فضلك انا عندي فكره تانية يا سراج بيه. اتفضل سيادتك. يا ترى ممكن نقابل الدكتوره دي؟ بالمناسبه هي اسمها ايه؟ اسمها سهام. طب يا ترى بقى ممكن نقابل الدكتوره سهام دي؟ طبعا، بس احب اعرف ليه يعني؟ هنعزز موقفنا عندها يا سيدي. ازاي؟ هنحل محلها، هنشتري منها. انا عارف طبعا ان سيادتك خايف من الصدام اللي ممكن يحدث بيننا وبين زكريا ده، لكن برضو حضرتك قلت قبل كده ان ده نزاع مدني. انا اوعدك يا سيدي ان مش ممكن ابدا هيوصل لمرحله الصدام. برضو ازاي؟ ابدا، هنتفاوض مع الطرفين وكل شيء قبل التفاوض. يا ترى بقى ممكن تبعت لها لو سمحت؟ معلش يا جماعة أنا أسفة على اللي حصل، أصلي اتشددت كده مرة واحدة بس الحمد لله بقيت كويس. والله أنا مستعجب على حديث الباشمهندس، يكون واخد حاجة على الصبح يا طايا. واه حاجتي إيه أنت كمان؟ وبتاع حاجات من دي؟ أقول إيه؟ ده طول عمره عاجل وكلامه موزون. حاجة طب بس إيه اللي جرى؟ ده حديثه النهارده كان نتبدل بني ادم تاني. على فكره انا عذراه شويه ومش زعلانه منه للدرجه دي، لاني بعتبر نفسي برضه مسؤوله عن اللي حصل انه يظن فيا كده. لازم برضه اراعي فروق التفكير والعادات والتقاليد. كيف يعني؟ يعني يمكن اكون اتصرفت بطبيعتي وتلقائيتي زي ما بتصرف في حياتي العاديه، لكن الظاهر ان البساطة والتلقائية دي هنا ممكن تتفسر اي تفسير تاني مش كويس. ليه؟ انتي اتصرفتي عملتي ايه يعني؟ يعني بتكلم واخد ودي مع الناس. يعني انتي فاكرة يا دكتورة ان البشمهندس حجاج الضايق غيرة منه على العوايد والتجاليد هنا؟ افتكر كده يا طايا، المرة الجاية لازم اخد بالي شوية. لا يا دكتورة. امال ايه؟ أول هام يا بنتي، أنت ما عملتيش حاجة تخالف عوايدي، وإن كنت تحددتي ولا ضحكتي مع حد لحالك فاللي تحددتي معاه دي خابر زين إنك متعلمة ودكتورة ومتربية في اسكندرية. يعني ما هياخدهاش على محمل قفش. تاني هام حتى لو كان كده هو إيه صالحه؟ يعني برضو يعتبر صديقه ويهمه سمعتي. طب ما سألتيش نفسك يا دكتورة احنا ما فسرناش ده زيه ليه؟ أجل له هو متعلم وراح الجامعة وشاف، وأجل له ان احنا نفسر ده زي ما بتقولي. يمكن عشان انتوا عرفتوني وعشرتوني وتأكدتوا من أخلاقي، وبعدين ملهاش علاقة بالتعليم برضو إطايا. في إنسان بيبقى مش متعلم لكن مخه متنور وبيفهم كويس، ممكن يبقى حكيم كمان. يعني انت مصممه انك تفسر اللي جاله ده على انه غير على العوايد والتجاليد هنا؟ متهيألي كده.
عندك تفسير تاني يا طايا؟ ايه مش هتقوم تتغدى يا شيخ عابد؟ مش لما يجي ولدك؟ طب يفرض انه تأخر من غير شر، مش هتتغدى؟ لا هستناه. طب ليه؟ انا عارفاك ما تستحملش الجوع. اللي ليه نفسه عاد. طب تعال كل، انا ودهب حناكل معاك عشان نفتح نفسك. لا كل انتم بالهنا. لا ولا ما اكل ولا احط لقمه في جوفي الا لو جيت وقعدت معانا. خليها ما تاكلش عاد عشان تقول بيعمل كده متضايق مني. واه يا ولاد. انا عارفه الشيخ عابد. لله الامر. وه في ايه مالك؟ انت دريانه بحاجه. طب ما دريناش فهمني. كل انت ساكته يا كماله، انا ما نقص. ليه بس؟ انت يعني عشان اللي عمله حجاج اسم الله مع زكريا؟ ما الحكايه دي خلصت خلاص، وهو تاسف لك وحب على يد خالته. وان حبيت انه يتاسف لزكريا انا اقول له يتاسف له، وهم اخوات ما يزعلوش من بعضيهم، دي مصارين البطن بتتخانق. انت هتاكلي وانت ساكته ولا هملك الوكل واقوم؟ بزيداك يا كماله يا اختي، بزيداك يا عاد، خليه ياكل لقمه. اصلا ما فهماش حاجه وبرضك بترد. ها الوكل كويس يا ابوي؟ يبدي والسلام. لا اما مالكش حق عاد. طب ده انا سألك قبل ما اعمل اي حاجه وعملت اللي انت عاوزه. ما انا قلت اقضي. يعني هتاكل بالهنا؟ ايه ما عاوزنيش اكل؟ واه كيف ده؟ ده انا انحكمت اوكلك بيدي. ولا انت عاوز حد تاني يوكلك بيده؟ حد مين يعني؟ امي. بطل حديثك المسخ اللي ملوش عازه ده. وحديث مسخ ليه؟ يا ريتك انت تلقى اللي توكلك بيدها. قول له. ما انا بقول له. وبقول لك انت كمان يا بنت يا فتنة، ابقي وكل جوزك في الخشمة بيدك لقمة لقمة. طب يا ابوي مش عاوز مني حاجة قبل ما اروح لامي؟ لا روحي ما تعوجيش هنا. حاضر فوتكم بعافية. عافيك. بقول لك ايه يا ابوي؟ قول. انت لما خرجت لحالك الايام اللي فاتت دي انت بتروح فيها؟ انت دخلك ايه؟ بطل يعني؟ ده ما تزعلش. كنت بتروح للدكتوره مش كده؟ لما رحت لها يا ابوي ما جابتلكش ست جنينه؟ لا. حضرتك عارفاها الاكاندا في لوكسور؟ ايوه طبعا عارفاها، بس كنت عاوز اسال يعني حضره الضابط سراج هو اللي طالبني بنفسه؟ ايوه يا فندم، وهيكون مستنظر سعادتك. طيب حاضر ان شاء الله في الميعاد هكون عنده. تشكر يا دكتوره. السلام عليكم. طب كده ما تجيش كوبايه شاي حتى. هدوم. مش ده الضابط اللي جابلك هنا مع زكريا بيها ابو العمده؟ ايوه هو. بس غريبه فعلا، هيكون عاوزني في ايه تاني؟ خير ان شاء الله. خير باذن الله. ايه مالكم قلقانين كده ليه؟ هو انا متهمه؟ بعد الشر يا بنتي. على العموم هو راجل كويس فعلا ومحترم، ربنا يكفيكي شر خلقه. انا الحقيقه يا جماعه فكرت وقررت ان دي هتكون اخر مقابله بخصوص الموضوع ده، بعد كده هشوف محامي واديله العقد وهو يبقى يتصرف بقى. تعرف محامي كويس يا طايا؟ المحامين الكويسين في لوكسور كتير، بس يعني. بس ايه؟ لا مفيش. هو قصد طايا يعني يسأل هترفع قضية على زكريا ابو العمدة؟ معرفش، المحامي بقى يتصرف، بس لو لازم الامر انه يرفع قضية هيرفع قضية. انا خلاص بقى مش عارفة اعمل ايه الحقيقة، عمالين نلف وندور كده على الفاضي، وبعدين انا اتعطلت قوي ولازم ارجع شغلي، وبعدين انا قلت الكلام ده لزكريا. قلت له انك هترفع علي قضية؟ قلت له ما معناه كده لو الموضوع فضل متعلق وهو من ناحيته ما عملش اي حاجة وما خدش اي خطوة.
كده يبقى عداك العيب. يا سام يا بنتي، الحكايه مش بالساهل كده. ايه اللي مش بالساهل يا ماما روايح؟ انك توقفي زكريا بيه في المحكمه. ما هي هتبقى في اسكندريه، هي هنا. حتى لو كنت هنا واه يا جماعه، معلش يعني لو كنتوا خايفين ولا حاجه، انتوا مالكوش دعوه بالموضوع خالص. يا بنت احنا خايفين عليكي. ما تخافيش يا ماما روايح، وبعدين انا برضو مصممه ان زكريا مش زي ما انتوا فاكرين.